وقعوا في بعض وفرجوا السوشيال ميديا كلها عليهم. مش هتصدق اللي حصل بين البلوجر مريم سيف وصاحبتها دالة المهندس. وليه مريم اتهمت دالة انها خطفت رجالة واخدت الراجل من مراته وكمان خلته يطلقها علشان يرتبط بيها، وازاي دالة ردت على كلام مريم سيف. بداية الحكاية لما نشرت البلوجر مريم سيف فيديو بتسأل فيه الجمهور عن رأيهم في ست اتعرفت على شاب متجوز وطلبت منه يطلق مراته علشان يتجوزها، وطبعا الجمهور هاجم الست دي وقال عليها خطفت رجالة. طبعا دالة المهندس اخدت الكلام على نفسها وراحت نشرت صورها هي وحبيبها الجديد وقالت انها ما خطفتش حد من مراته، وطبعا من وقتها دخلت في مشكلة مع مريم سيف. طبعا ما في شك ان مريم سيف ودالة المهندس من اشهر البلوجرز على السوشيال ميديا، فعدد الفولورز عند كل واحد فيهم تخطى حاجز 3 مليون. كان المتابعين بيحبوا صداقتهم وبيحبوا ظهورهم مع بعض، خاصة انهم كانوا شلة واحدة وكلهم كانوا بيدعموا بعض في كل حاجة. لكن فجأة المتابعين لاحظوا علاقتهم بقت متوترة وكل واحد فيهم ما بقاش بيتعامل مع التاني. الظاهر كده ان الخلافات بين مريم ودالة كبيرة جدا، وده حصل من وقت غياب دالة عن كتب كتاب مريم سيف. والغريبة ان كريم مكرم طليق دالة هو اللي كان موجود وكمان اتصور مع مريم سيف وخطبها. طبعا المتابعين استغربوا ازاي مريم سيف عزمت طليق دالة وعزمتش صاحبتها، وحسوا ان في خلاف بين الاتنين. فبدأ المتابعين يسألوا دالة ايه السبب اللي خلاها بعيدة عن الشلة بتاعتها واصحابها البلوجرز، وانها بقت مختفية عن لقاءاتهم وبقوا بيتصوروا من غيرها كمان. فقالت دالة انها عايزة تكون بعيدة عن الحوارات وتكتفي باصحابها الحقيقيين اللي مالهمش علاقة بالسوشيال ميديا. مش بس كده، ده كمان دالة بطلت تتكلم عن حبيبها الجديد اللي مسميه الكينج، وقالت انا عايزة حياتي الشخصية تفضل برايفت ومش عايزة اتاجر بيها، وانا مش من الناس اللي بيحبوا اللمة علشان تتشهر، ولا من الناس اللي بتطلع الشخص اللي معاها، لان استمرار علاقتنا اهم من السوشيال ميديا نفسها، وانا مش عايزة اتاجر بالشخص اللي معايا في حياتي. وبلاش تقولوا على الكينج علشان طلعت بتضايق ناس. انا ابعد ما يكون اني احط حد في دماغي، انا عايزة اعيش مرتاحة مع الناس اللي بحبها. ومن وقتها اختفت دالة عن الترند فترة طويلة، وفعلا كانت عايشة في حياتها لحد ما طلعت امبارح مريم سيف وحكت قصة البنت اللي خطفت الراجل من مراته وخلته يخرب بيته علشان توافق ترتبط بيه. مريم ما قالتش مين البنت دي، لكن كل المتابعين قالوا ان قصدها اكيد دالة المهندس. وفعلا دالة اكدت الكلام ده لما طلعت هجمت مريم، ومرة واحدة اعلنت دالة عن حبيبها الجديد وشوقت المتابعين ان خلاص خطوبتها قربت، ورفضت تحكي اي تفاصيل عن حبيبها الجديد. ولحد دلوقتي الخلاف كبير بين مريم ودالة، وتحولت الصحوبية بينهم لعداوة كبيرة السوشيال ميديا كلها شاهدة عليها.